أها انا مع القضيه ديال التبرع بالاعضاء انا ماشي مع الفكره ديال انه تبرع بالاعضاء ولكن إذا كان الواحد كما يقولوا الحالة ميؤوسة منها زعما علاش غادي يخلي داك الشيء عنده وربما يعطي شي واحد اخر يعيش به و... المساله كتبقى اختياريه الانسان يعني كونتر داك الناس اللي كيتوفى وكي في عمليات في نزع الاعضاء ديالهم هما اموات انا كظهر لي بان هي هي صدقه جاريه انا معه ضد الصراحه من الجانب الانساني انا معاها يمكن علاش لا؟ ما عنديش ما عنديش مشكل، إلا كانت الحاله ديالي ميؤوسه منها ما نقولش لا. كان شي حاجه شي حاله اللي سميتو يمكن نتبرع، علاش لا؟ ولكن عندي فكره وديرها في بالي، يعني غير مازال ما, ما درتش ديك المسطره والمصادر القانونيه ومسائل الاداريه انا مثلا توفيت هذا ممكن يخلي وصيه نقول لهم بنت تبرع بالاعضاء ديالي. لا مت لا، ما مارق إلا مت حيه إذا كان شي حد محتاج نيت ولكن يكون من عائلتي نيت علاش لا تتفاصون في الياك في الاخر غنموتوا وغنتحللوا في التراب اذا كنت غندير كاخر حاجه في حياتي كعمل خيري علاش ما نعطيش الاعضاء ديالي لان هو مات مشى وتبقى هذيك صحيحه غادي تضيع تحت التراب غادي يدباني بها واحد اخر